ايش تعمل هنا؟ نكلم فيك ايش تعمل هنا؟ تتكلم حل فمك ايش تعمل هنا؟ مسبح لنا شكرا ايش تعمل هنا؟ لا لو ودي تكلم مكانش راني باش كسرك خليقتك اليوم ايش تعمل هنا؟ مسبح لنا مسبح مسبح تحب ترقد سيدي نجيبك جرايه هابطك ستينو من يديك هابطك ستينو من يديك كلمتين اشنو هي هذه؟ انا هي هذه شنو هي حل فمك؟ سكر فمك اتكلم حل فمك يا ودي هزقه هابط ناحيتي ايش تعمل هنا؟ مسبح مسبح بيت يحب يرقد يا ودي يسكت سكر فمك تتحرك وجهك هذا فسدهولك باهي هات نوريك اللعب تاعك مسبح زيد ما تسمعش بالحنش ها ما تسمعش بالحنش كي يبدا هكا يلوي ما تسمعش بيه يا ودي خدك اش تعمل هنا نخدم هنا عندي دوسي نحضر فيه للصباح خاطر عندي كليون غدوه الصباح جاي لازمني نصبح نحضر الدوسي وتكذب زيد بقيت تخدم هنا اعطيني البادج تاعك يا ودي هات البادج تاعك ها كيك هو هز يديك هذيك هز يديك يا ودي هز يديك خرج هذ هز يديك هبط هذيك يا ودي هبط هذ هز هز لخ هز لخ صحيت هبط هذ هز ساقيك كان فيك شنو هز ساقيك بديش بدي البادج تاعك امشي فيس هات هنا هاي سيدي اش اسمك دلي نعم دلي دلي هذه كذبة الأولى ساعة ساعة يا سيد انت اسمك محمد علي اش تعمل هنا صحيح انا اسمي محمد علي يتربجوا بيا عيطوا لي دلي نمرو الباج نتاعي 22 54 78 19 ايوا هذا نمرو التليفون معلم ودك عطيني نمرو الباج عاود لي نمرو الباج سامحني عطيتك نمرو التليفون للمرأة سامحني 01 33 44 55 صحيت انت طلعت تخدم هنا اسم محمد علي قلت لك قبيله نخدم هنا وينك يا دليل؟ لاباس بابا الحمد لله عايش خويا عايش انا كنت نخدم هنا تخدم هنا؟ وانا نخدم هنا عسيس انا هو العسيس تاع الشريك والله تعرف شنو يعطيك الصحة وجعتني عمري ما تبجعتك كي تعرف شنو اسمع وقداش ليك سيكوريتي يا اخي؟ ما عنديش برشا دليل يوم او النهار ونهار وعطينكم فرد اه مالش في بالك وبالرسمي هذا شنو بالرسمي فما واحد في البيت دور ما غير فرد وتو والله يعطيك الصحة ملا لحنا الشذي شتعمل انا شبيك كلمتي دليل فدلك معك سبات بجعت شتعمل انا خضراتي فدلك معك تسخيلة فدلك معك شكون بعثك يا زيزو شدينا سارق زيرو ذي اخر سارق سارق كبير ياسر في الشركة سارق معنا فتقوا من بعضكم ايش انا ايش تعمل انا ايش ذاك ايش عمل انا ايش قدام اسمع كلامه مقربة راهو مش نورمال هز يديك الفوق هز يديك الفوق امشي امشي ايش تعمل انا قول له ايش تعمل انا فاش نعمل انا ما نبغيش انا نخدم في الليل ملك اش تحكي اش تحكي تشتحلوش يا ولدي اخرت عليك تشتحلوش خليك راجل ما تشتحلوش اخرت عليك اشتحل كله هات الباج كله هات الباج هات الباج هات الباج بتاعك مدلو الباج بشوية 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 ما تعملش شيء فوالا هاي سي زياد شو اسمك؟ زيزو نعم؟ ايه زيزو نتربجوا بين عيطوا له زازو صحيح زياد وامك شو اسمك؟ هايفة ها؟ سري امك اسمها هايفة؟ ايه هذا منبر بتاع واحد امه اسمها هايفة؟ اعطيني اللقب بتاعك قبل الولادة فيس طرابلسي قبل الولادة طرابلسي وبعد الولادة جبالي شنو هي جماعتين اخرين باش تولينا سبسي انت؟ ان شاء الله هذا ليش نعمل له اعطيني اسم صاحبتك سمية شكون؟ سوسو سمية ولا التومية؟ والله ماني عارف توم كتبتش بيعطيني اسم اخت صاحبتك هاي سايبو 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 هذاك لحنا الشي يخدم معنا تعرفوا زياد صاحبي مالا زيزو بعليه حالة بلحنا الشي ما طلعت حنا الشي لا انا العسيس لهنا جديد طولت فين يا دليل
طلعت 500 استعمل انا هات 500 هات 500 صحيت نجيو كامل كبس استعمل انا فاتك عليكم الاولاد الله يعينكم الله يهنيك استحقوا حاجه لا صحيح ومازال فواياج برك غدوة لهنا انت كل ليلة لهنا تهان باي باي لا تعبت انا مع الخدمة هذه صراحة قسم على لما الشريك ليل نهار تخدم لطف شفام ما فما شايرة عيطة وشوطة ربيعة قنفوط يا اخوي انا برجل مع السعادة انا فكلمهم يزيدوني في الشعري وكلمة ذاك شو اسمه ذا اللي حكيوا عليه سعب جليل لكن ما زيني في الشعري يا اخوي تونس كنت تحكي سعب جليل سعب جليل يا اخي شكون سعب جليل هذا استقي صباح الخير سعب جليل روماتيزم صباح الخير لا لا مش روماتيزم حبيت نجي نطل عليك في الفجاريه انا مازلت كي خلطت لهنا ومباركي في الكهرباء وهبطت عليا متراك على عنقي نلقى روحي في السبيطار معلم لحنش ها كيفاش؟ قلت لك ان شاء الله لاباس سعب جليل ان شاء الله ما عندك سوء نكتب لك داك الروشي ما نحبش الدويل لا 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 مش الدويل عايشك يا بنغادر يا بنغادر باش نعطيك نكتب لك ناري 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 يا اهلا مدام اهلا كما تتتا تنصنتي صبا تتتا تنصنتي صبا بس صبا عزيزي الور اخذ في بلاستي اخذ في بلاستي اخذ في بلاستي اسمع دكتور تو في الليل الليل ليه الفلفي وني نقوم نعيط نعيط امك توحمت على الذيب اخذ 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 اخ